هو الملياردير منذ أن كان في 18 من عمره. لم يورثه أحد ولم يربح اليانصيب. لم يفصح عن حجم ثروته يوما، ولكن ما عاشه من بذخ كان يحكي الحكاية. الذهب يكسو جسده وأصابع يديه، تاجر السيارات وتاجر العقارات، هكذا كان يعرف عن نفسه. لكن الجميع كان يعرف أن شيرون سوكيتيو ذا الأصول الهندية تاجر مخدرات ومبيض أموال تحميه عصابة كبيرة في ترينيداد وتوباغو. وكمعظم تجار المخدرات في أمريكا الجنوبية، كان يزور أحياء الفقراء دائما ويوزع عليهم المال والهدايا. بنى شعبية كبيرة بينهم، حتى رجال الشرطة كانوا يطيعونه ويقدمون له الحماية. وفي يوم خرج فيه من بيت أهل زوجته ليلا عام 2018، كان أفراد عصابة منافسة ينتظرونه هناك لاغتياله. فشلوا مرارا في ذلك، لكنهم نجحوا هذه المرة بعد أن أطلقوا عليه 30 رصاصة فقتلوه، ولم يبلغ 33 من عمره بعد. زوجته راشيل قررت أن تكون له جنازة كبيرة وفاء منها لزوجها. جلبت له تابوتا مرصعا بالمجوهرات والذهب ثمنه يزيد عن 50,000 دولار. غسلت العائلة جثمان شيرون بالشمبانيا الفاخرة وألبسته الحرير، وقلدوا الجسد بالمجوهرات والذهب الذي كان يلبسه دائما، وبكلفة زادت عن 100,000 دولار. وضعوا له أحذية تيمبرلاند الباهظة التي كان يقتنيها لترافقه إلى الآخرة. ولأنه كان يملك شركة خاصة لسيارات السباق ويعشق هذه الرياضة، كانت جنازته بسيارة كاديلاك حديثة تخللتها عمليات تفحيط واستعراض لسيارات شيرون سوكيتيو وأصدقائه. وعلى الطريقة الهندوسية قررت زوجته حرق جثمانه، حيث كان المحيطون بالجثمان يرشقون النار بالشمبانيا. سرعان ما بدأت عصابة شيرون تتساقط قتلا على يد مجهولين بعد قتله. وصل التهديد إلى زوجته وولديه، هربوا جميعا من القصر وبقيت ثروته مجهولة وضائعة بين الجميع، تماما مثلما بقي مصير الذهب الذي وضعوه على جثته وفي تابوته مجهولا بعد حرق الجثمان.